بال هي بالتست سلايدز اللي موجوده ايه عادي تكون النهارده. البون احنا زي ما انتم عارفين احنا عندنا نوعين كبار من البون، حاجه اسمها كومباكت بون وحاجه اسمها سبونجي او كانسيلس بون. الاستراكشرال يونت في كومباكت بون حاجه اسمها هافيرجن ايه هافيرجن سيستم، او لها اسم تاني اسمها الاوستيونز. والمنظر اللي قدامنا ده بيبين لنا الاورجنايزيشن او الاستراكشر اوف كومباكت بون، فهلاقي ان البون ما فيهوش فراغات من جوه، يبقى ده ايه ده اسمه كومباكت بون، كومباكت عشان ما فيهوش فراغات من جوه. الاوسيفيكيشن ده جزء نظري مش عملي يا دكتور، لو الوقت كفى ممكن، انما ده جزء نظري. بالنسبه للبون اللي قدامنا ده كومباكت بون. الكومباكت بون علشان نبص عليه اندر الميكروسكوب بنعمله بطريقتين، بنعمله بطريقتين. البون از هارد تيشو، البون هارد تيشو، فاحنا ممكن نعمل له ايه نعمله بطريقتين. انا عشان اقطعه عندي في المعمل علشان اعمل منه سلايد واقدر اشوفه اندر ذا مايكروسكوب محتاج يبقى سوفت، مش هقدر اقطع في هارد تيشو. فعلشان يبقى سوفت لازم اشيل منه الحاجه اللي مخليها هارد. ايه الحاجه اللي في البون مخليها هارد؟ الكالسيوم سولت، كالسيوم فوسفيت سولت. فلازم اشيل الكالسيوم من البون علشان يبقى سوفت، وبالتالي اقدر اعمل له كاتنج، اقدر ايه اقدر اقطعه وفي صوره سلايد صغيره او شرايح صغيره، سبيسمنت صغيره، سكشنز صغيره، اقدر احطها على سلايد وابص عليها اندر ذا مايكروسكوب. بنعمل الكلام ده، فبنعمل حاجه اسمها دي كالسيفيكيشن اوف بون. عشان كده السلايد بتاعنا اسمه دي كالسيفايد كومباكت بون. اسمه ايه؟ دي كالسيفايد كومباكت بون. هو البون نفسه نوعه ايه؟ كومباكت بون، مش كانسيلس بون او سبونجي بون. طيب الطريقه اللي انا استخدمت بيها السلايد ده او عملت بيها السلايد ده عشان اشوفه اندر ذا مايكروسكوب اسمها ايه؟ اسمها دي كالسيفيكيشن. دي كالسيفيكيشن للبون عشان بدل ما يبقى هارد يبقى سوفت، وبالتالي اقدر اقطعه. فشلنا الكالسيوم سولتس باسيد، وبعد كده البون بقى سوفت، قطعناه وصبغناه بالهيماتوكسين اويسين زي ما انتم ايه زي ما انتم عارفين. انتوا خدت البون النهارده، المراجعه بتاعتك النهارده هي مراجعه، انا ما بشرحلكش من الاول، انا بس بديك فكره بس عن اللي احنا هنعمله النهارده. اللي احنا هنعمله النهارده هو عباره عن مراجعه للكارتليج والبون. انت خدت الاثنين النهارده مراجعه، فانت هتاخد برضه البون، انت خدته بس هتاخده. يبقى ده اسم السلايد بتاعنا النهارده، دي كالسيفايد كومباكت بون. فاحنا عرفنا ايه؟ عرفنا ازاي السلايد دوت اتعمل. طيب لما نيجي نتكلم المنظر اللي قدامنا دوت بيبين لي الاستراكشر اوف كومباكت بون. ايه الاستراكشر اوف كومباكت بون؟ كومباكت بون له اوتر سيرفيس وله انر سيرفيس. الانر سيرفيس ناحيه الميدالري كافيتي، الحته الفراغ اللي فيها البون مرج. الاوتر سيرفيس ناحيه الماسل اتاتشمنت من بره. الاوتر سيرفيس ده كفرد بايه؟ بحاجه اسمها تريوستي. والانر سيرفيس اللي هو ناحيه الميدالري كافيتي، انا هشاور لكم انا كده بشاور يا دكاتره، فانتوا شايفين ناحيه الميدالري كافيتي بسميه اندوستيوم. فانا الاوتر سيرفيس كفرد باي بريوستيوم والانر سيرفيس كفرد باي اندوستيوم، يبقى ده البريوستيوم وده الاندوستيوم. خلاص البريوستيوم عباره عن طبقتين، اوتر فايبرس لاير اهي، وانر حاجه اسمها اوستيوجينيك لاير فيها اوستيوجينيك سيلز. الاندوستيوم طبقه واحده بس من ايه؟ من اوفال سيلز موازيه للميدالري كافيتي او عامله لايننج للميدالري كافيتي. طيب جوه بقى يعني بين البريوستيوم والاندوستيوم الاقي ايه؟ الاقي بون لاميلي. البون لاميلي اترتبت بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه اول طبقه بارلل للبريوستيوم وبارلل للاندوستيوم، اللي هي بارلل للبريوستيوم اسميها اوتر سيركمفرنشال لير، والطبقه الثانيه اللي هي بارلل للاندوستيوم اسميها انر سيركمفرنشال لير. وبعد كده بلاقي فيها فيرجن سيستمز، وبين الهيفيرجن سيستمز الاقي حاجه اسمها انترستيشيال بون لاميلي او انترستيشيال لير. يبقى دي الثلاث طرق اللي ترتبت بيها الخلايا بتاعتنا. الخلايا بتاعتنا اسمها ايه؟ اسمها اوستيوسايتس. الاوستيوسايتس اوفال سيلز برانشد وموجوده جوه ايه؟ جوه فراغات اسمها لاتني. الهافيرجن سيستم عباره عن ايه؟ عباره عن هافيرجن كانت في النص حواليها كونسنتريك لايرز من بون لاميلي، وبينها قاعده الاوستيوسايتس ان ايه؟ ان برضه ان سيركمفرنشال ارينجمنت اراوند الايه؟ اراوند الهافيرجن كانالز. خلاص يا جماعه، يبقى الاستراكشر ده بتاعنا ده اسمه ايه؟ اسمه كومباكت بون. شفناه اكتر من مره، نبص على الصوره اللي بعدها. ده المنظر بتاع الايه؟ بتاع الكومباكت بون. ده البون مارو، يبقى ده ناحيه الاندوستيوم، وادي الكومباكت بون كلها، وادي الاوتر سيرفيس ناحيه الماسلز سكيلتال ماسلز، يبقى ده الايه؟ ده البريوستيوم. وادي شكل الايه او منظر الكومباكت بون. الباك جراوند بتاعنا بيبقى اسيدوفيليك، يبقى البون بتاعنا اسيدوفيليك انستين.
ده نفس المنظر اهو شفناه، اديها فيرجن سيستم واديها فيرجن سيستم تاني. الحاجات دي مشاوره على ايه؟ الدوائر الصغيره دي عباره عن ايه؟ ما تعبرش صغيره يعني، دي دايره صغيره اللكنه والاوستيوسايت، لكن دي دايره اكبر شويه اللي هي الهافيرجن كانال. فدي الهافيرجن كانال، هافيرجن كانال، هافيرجن كانال، حواليها الاوستيوسايتس والبون لاميلي، فعامله حاجه اسمها اوستيونز او حاجه اسمها هافيرجن سيستمز. بين الهافيرجن سيستمز بلاقي الانترستيشال بون لاميلي اللي موجوده. يا جماعه لو في سؤال اسالوا علشان انا بشرح بسرعه، لان انتوا خدتوا الحاجات دي قبل كده. فده دي كالسفايد كومباكت بون، دي كالسفايد كومباكت بون. دي مين؟ دي الفولكمانز كانال. الفولكمانز كانال عباره عن ايه؟ عباره عن لونجتودنال كانال ماشيه اوبليك بين، بتوصل السيرفس بتاع البون بالهافيرجن كانالز او بتوصل هافيرجن كانالز ببعضها. فدي اسمها فولكمانز كانال. طيب الطريقه الثانيه اللي بنكون اللي احنا ممكن نبص على البون اندر ذا مايكروسكوب هي ان انا اجيب بون واطحنه وباخد الباودر بتاعته احطها على السلايد وابص عليها اندر ذا مايكروسكوب. فكل اللي انا بشوفه انا ما عملتش ستيننج، وكل اللي بيبان هي الفراغات اللي موجوده جوه البون. ايه هي الفراغات اللي انا هشوفها جوه البون؟ الفراغات اللي هي ايه؟ اللي هي الحاجات السوداء اللي جوه البون دي. لو انا جيت بصيت الدايره الكبيره دي اسمها هافيرجن ايه؟ هافيرجن كانال، والدايره الكبيره دي اسمها هافيرجن كانال. حوالين الهافيرجن كانال بلاقي الكونسنتريك لايرز اوف بون لاميلي، فبلاقي طبقات البون مترتبه حوالين الهافيرجن كانال. المال الحاجات السوداء دي عباره عن ايه؟ دي الاماكن اللي موجوده فيها الخلايا بتاعتنا، اللي هي الفراغات بتاعه الخلايا. الخليه هنا اسمها ايه؟ اسمها اوستيوسايت. الخليه اسمها ايه؟ اوستيوسايت. بلاقي ان الاوستيوسايت قاعده في فراغ، الفراغ اسمه ايه؟ اسمه لاكونه، اسمه لاكونه والجمع لاكوني. كل لاكونه طالع منها ايه؟ فراغات صغيره او عروق صغيره، عروق صغيره. الخليه لها بروسيسز، البروسيسز ديت بتبقى قاعده في العروق الصغيره دي. العروق الصغيره دي اسمها ايه؟ اسمها كاناليكولاي. يبقى اللاكونه سبيس قاعده فيه الخليه اللي اسمها اوستيوسايت، والعروق الصغيره اللي طالعه من السبيس ده دي عباره عن او اسمها ايه؟ كاناليكولاي، قاعده فيها السيل بروسيسز بتاعه الاوستيوسايتس. يبقى اللي انا شايفه ده عباره عن ايه؟ عباره عن هافيرجن سيستم، او اللي هو الاستراكشر بتاع الهافيرجن سيستم عباره عن هافيرجن كانال وبعدين كونسنتريك بون لاميلي واللاتني والكاناليكولاي بتاعه الاوستيوسايتس. ما حدش يقول لي انا شايف اوستيوسايت، الاوستيوسايت ميثود مش موجوده معايا، مش موجوده ايه؟ مش موجوده معايا. يبقى ده لما اشوف المنظر ده، ده اسمه ايه؟ اسمه كومباكت بون، بس باني طريقه؟ جراوند، لان انا مش سابه. يبقى ده جراوند كومباكت بون. يبقى ده تاني ايه؟ تاني ستايل عندنا النهارده في البون اسمه جراوند كومباكت بون. ده الهافيرجن ايه؟ ده الهافيرجن سيستم. محمد بيسال ايه الفانكشن بتاعت الانترستيشال لاميلي؟ يعني مش فاهم، يعني مش فاهم يا محمد، مش فاهم السؤال. انا مش فاهم السؤال يا محمد، يعني ايه الفانكشن اوف انترستيشال لاميلي؟ لو احنا شلناها هيحصل ايه؟ الهافيرجن سيستم ذات تتعلق في الهواء يعني ولا ايه؟ هي الهافيرجن سيستمز بين الهافيرجن سيستمز وبعضها انترستيشال لاميلي، صح ولا غلط؟ لو انا شلت الانترستيشال لاميلي دي، الهافيرجن سيستمز هتبقى متوصله، يعني هتبقى مين اللي هيجمهم مع بعض؟ مين ده مين ستراكشر للبوم؟ يعني دي حاجه من المين ستراكشر اوف ذا بوم، بتكون الستراكشر بتاع البوم. انت لو شلتها يبقى انا عندي عمدان جوه كده اسمها ايه؟ كل عمود او كل اسطوانه عباره عن هافيرجن سيستم، يبقى هافيرجن سيستم جنب هافيرجن سيستم جنب هافيرجن، متعلقين في ايه بقى؟ مربوطين ببعض بايه؟ لا ما هو الاستاذ اللي قبل دي ده انت عايزين اللي هو الاسبونج بون. ايه اللي هتبقى سي؟ يعني هتبقى سي يعني ايه؟ انتوا عايزين السلايد، هو في تيست سلايدز المفروض نبص عليها، مش كل السلايدز دي، السلايدز بتاعت الايه؟ بتاعت السكشن نفسه. انت عايز دي ولا عايز مين؟ دكاتره انا واقف على سلايد، اللي بيسال رنا بتسأل هو ده ولا مين؟ أو اللي قبل سلايد، اللي قبل التست على طول. ده حد عايز دي؟ أنا مش فاهم أنتوا بتشاوروا على أنهي سلايد، أنا معرفش. في
في حد قال لا او حد قال اه. سي واز كاناريكولاي السي اه اه السي يا دكتور اه تمام. اللي بيسال اللي بيسال السي هنا في اه السي تقصد السي في السلايد ده، السي معناها كاناريكولاي. طيب ماشي كويس، ما انا ما عنديش الا كاناريكولاي، او ما كانش هيبقى بون لامين اللي هتبقى ايه تاني، مش تبقى ايه، مش تبقى حاجه تانيه. طيب انا همشي واحده واحده، والسلايد اللي انتوا عايزين اشرحه قولوا لي. عايزين ده، ده عباره عن هافيجن ايه؟ هافيجن سيستم. ما هو ده هافيجن سيستم. هافيجن سيستم في ايه؟ في الهافيجن كانال، وبعدين كونسنتريك بون لاميلي اللي هي الحاجات الفاتحه دي، وبعدين الاوستيوسايتس قاعده في لكني، يبقى انا مش شايف اوستيوسايتس، انا شايف اللكني بتاعتها، وطالع منها الكانيليكولاي، يبقى دي الكانيليكولاي. يبقى كل السيستم ده عباره عن هافيجن ايه؟ هافيجن سيستم، هافيجن كانال، كانيليكولاي، هافيجن كانال، لكني، كانيليكولاي، والايه كله على بعضه اسمه هافيجن سيستم. طيب اللي بعد كده هيبقى سبونج بون. سبونج بون عامل زي مين؟ عامل زي الكومباكت بون، هيبقى برضو فيه بريوستيوم خلاص موجود، والاندوستيوم بيعمل لايننج للبون مارو كافيتيز، علشان احنا ما عندناش كافيتي واحد بس، عندنا اكتر من كافيتي. في سبونج بون مفيش كافيتي واحد، مفيش ميدالري كافيتي واحد كبير، في بون مارو كافيتي صغيره بلاقيها لارج وايد ريجولار سبيسز. اللايننج بتاعها بيبقى بالاوستيو بلاست، لايند باي اوستيو بلاست، وفيها بون مار، فيها ايه؟ بون مار. هيقعد بينها الاوستيوسايتس في الريجولار بون لاميلي، خلاص كده؟ يبقى في الريجولار بون لاميلي بين البون مارو كافيتيز، وقاعد مع الريجولار بون لاميلي قاعد الاوستيو ايه؟ الاوستيوسايتس، موجوده في لاكني برضو، طالع منها كانالكلاي عادي خالص. طيب البريوستيوم برضه بيكفر الاوتر سيرفيس بتاع السبونج بون، بيتكون من طبقتين اوتر فايبرس لاير وانر ايه اوستيوجينيك لاير. يبقى ده المنظر بتاع السبونج بون اهو، عباره عن ايه؟ الريجولار ده، دي البون ترابيكولي اللي هي الحمراء دي، البون ترابيكولي. يبقى الريجولار بون ترابيكولي قاعده بين الريجولار وايد لارج بون مارو سبيسز، لايند بايه بون مارو سبيسز دي؟ لايند باوستيوبلاست، وجواها بون مار، جواها بون مار، وكفرنج بقى من بره بالايه؟ بالبريوستيوم، وعليه من بره المصر. يبقى ده شكل سبونجي بون او التمثيل لازم نقوله تاني. الريجولار وايد لارج بون مارو كافيتيز لايند بي اوستيو بلاست، وبتحتوي على ايه او فيها ايه من جوه؟ كونتيننج بون مار، خلاص؟ طيب والاوتر سيرفيس هيبقى كفرد بريوستيوم. الاندوستيوم فين؟ لايننج البون مارو كافيتيز اللي احنا شايفينه. البون مارو اللي موجود في النوع ده من البون بيبقى ريد اكتف بون مارو، يعني ده البون مارو اللي شغال، اللي بيطلع ايه كرات الدم الحمراء والبيضاء. طيب الحاجه الثانيه ده عباره عن ايه؟ ده بون ترابيكولا، يعني عباره عن ايه؟ ده بون، حته من البون، حته من البون. وده البون مارو ايه؟ ده البون مارو كافيتي، ده بلاد فيسل كبير. الاوستيوبلاست ده اهي، ده شكل الاوستيوبلاست، والاستيوسايتس موجوده في البون في صوره ايه؟ في صوره سيلز اوفال، وجوه اللكنه، جوه ايه؟ جوه اللكنه. اوستيوفايتس ولا اوستيوسايتس؟ اه الاوستيوسايتس لا مش موجوده في البون مارو، ليه هتبقى موجوده جوه البون مارو؟ الاوستيوسايتس جوه البون اهي، جوه البون، ادور عليها هنا في الحته الحمراء بتاعت البون دي. انما الاوستيوبلاست على سطح البون من بره، على سطح البون من بره، عامله لايننج للبون مارو سبيس، ده البون مارو سبيس اهو، انت شايف ايديا بتتحرك اهو، ده مين؟ ده البون مارو سبيس. خلاص؟ ادور على الاوستيوبلاست فين؟ الاوستيوبلاست ادور عليها على سطح البون، ادي حته البون اهي بتاعتي، وادي سطح البون، يبقى هنا ادور على الاوستيوبلاست، عامله لايننج للبون مارو سكافيتي او بون مارو سبيس، هو ده اللايننج، ده البون مارو سبيس، وادي اللايننج بتاعه اهو. او عامله كفرنج للايه؟ للبون لاميلي، تمام. لكن اللي جوه البون لاميلا نفسها هي الاوستيوسايت. الفرق بين الاوستيوبلاست والاوستيوسايت ان الاوستيوسايت قاعده جوه لكنه او فراغ، الاوستيوبلاست لا. لا ده مش كومباكت بون، ليه كومباكت بون؟ ده سبونج بون يا دكتور، في بون مارو كافيتي كبير اهو، حته بون مارو هنا وحته هنا، ودي مقطوعه ودي مقطوعه، يبقى ده سبونج بون. طيب في خلية كبيرة في البون اسمها اوستيوبلاست، تبقى مالتي نيوكليتيد سيلز، وقاعدة بينها وبين سطح البون فراغ لكنة، بسميها هاو شيبس لكنة، بسميها ايه؟ هاو شيبس لكنة.
اوستيوكلاستس. اوستيوكلاست يبقى السلايد ده جايب عشان بس يبين لنا مين الاوستيوكلاست. طيب هو في حد بيسأل على معرفش هو بعد يعني ايه جين، مش فاهم يعني بري اوستيوم كومباكت بون، مش في بري اوستيوم كومباكت بون، مش فاهم السؤال يعني. انت عايز الصورة دي؟ اه ده بون مارو اللي انا مشاور عليه، ده اللي انا بحرك ايدي عليه، ده البون مارو، ده البون مارو سبيس، وده البون، ده البون، وادي السيرفس بتاع البون في اوستيوبلاست، وجوه البون البون لاميلي نفسها فيها الاوستيوسايت. ايوه الاوستيوبلاست، الاوستيوكلاست مالتي نيوكليتد سيل. ليه؟ جايه من خليه اسمها مونو سايت. المونو سايتس مجموعه مع بعض يحصل لهم جويننج، يبقوا جويند مع بعض ويعملوا خليه كبيره مالتي نيوكليتد اهي، واحده اهي واحده اهي، بتبقى على سطح البوم من جوه ناحيه البريوستيوم ولا الاندوستيوم، انا قلت من جوه يبقى ناحيه الايه؟ ناحيه الاندوستيوم. مالتي نيوكليت هي فاجوسيتك سيل، هي فاجو ايه؟ فاجوسيتك سيل. طيب ايه تاني؟ آه الاسبونجي بون بيكون طب ما هي مش موجوده في الصوره يا دكتور، ما هو انا اخد الصوره منين؟ يعني الصورة انا كل سبونجي بون عليه طبقة من بره كومباكت بون، بس لازم اصور، لازم اصورها كلها، فاهم قصدي؟ يعني انا لازم اخد طبقة الكومباكت بون من بره واخد حتة من السبونجي بون اللي تحت، او يعني لازم المسافة يعني الحتة اللي هي بين الاتنين لازم اصورها، هم مش جايبينها من الحتة دي عشان كده مش باين، خلاص كده عشان كده مش باين. انتوا خدتوا البلاد ولا ما خدتوش البلاد؟ اللي بيسأل ايه هو الريد بون مارو ان سبونج بون، خدتوا البلاد ولا ما خدتوش؟ خدتوا البون مارو ولا لا؟ طب عشان كده ما تعرفوش. البون مارو في نوعين كبار، نوع شغال ونوع مش شغال. النوع اللي بيشتغل في خلايا دم حمراء كتيره عشان كده، وفي بلاد فيسلز كتير عشان كده بنسميه ايه؟ بنسميه ريد بون مارو، بنسميه اكتف ريد بون مارو. النوع الثاني بيبقى خامل مش شغال، وبيبقى فيه فات سيلز كتيره فبيبقى لونه ايه؟ لونه يلو شويه، لونه بيبقى يلو، وده اللي موجود في اللونج بونز. ده اللي موجود فين؟ في اللونج بونز. اذا الكومباكت بون بتحتوي على نوع من البون مارو اسمه ايه؟ اسمه يلو ان اكتف بون مارو، انما الاسبونج بون بيحتوي على نوع من البون مارو اكتف فبسميه ريد اكتف بون مارو، ريد اكتف بون مارو. عايزين دي يعني؟ الدكتور اليمنى بتسأل على الدايره دي يعني. طب دي ممكن تبقى ايه؟ دي انت ايه رايك ممكن تبقى ايه؟ ايه دي بلاد فيسل، ممكن يبقى بلاد فيسل، ما ده عباره عن ده البون مارو نفسه. فانا عندي حاجات كبيره، الحاجات الكبيره اللي فاضيه في البون مارو يا اما بلاد فيسلز يا اما ايه؟ يا اما فات سيلز، فات سيلز يا اما ايه؟ يا اما بلاد فيسل. ده شكله بلاد فيسل كبير لان انا عندي اكتر من خليه موجوده عامله له لايننج، ما ينفعش تبقى فات سيل، فات سيل فيها خليه واحده بس على الطرف، دي ممكن تبقى فات سيل. طيب نروح للحاجه اللي بعدها اللي هو ايه بقى المفروض انتوا تراجعوه، اللي هو التيست اللي هو ده. شويه اسئله كده على الايه؟ على البوم. طيب دايما السلايد ده عباره عن ايه؟ ده كومباكت ولا سبونجي بون؟ احنا بنتكلم في البون. ايوه ده دي كالسيفايد كومباكت بون. جميل جميل. طيب عايز يتكلم بقى على ده، ده بيشاور على ايه؟ ده مشاور على ايه؟ ايه دي؟ ايوه هايفيرجن كانال، برافو عليك، زي دي وزي دي، ده هايفيرجن كانال. طيب وده مين؟ مشاور على دي. دي مين؟ اوستيوسايت. قاعده فين؟ قاعده جوه لكنة، صح كده؟ يبقى اوستيوسايت. عرفنا ليه ان هي اوستيوسايت؟ عشان قاعده جوه ايه؟ جوه لكنة. طيب الاريا دي بقى نعرفها ان هي عباره عن ايه؟ الاريا دي اللي هي بين مين؟ بين الهافيرجن سيستمز. يبقى دي الانترستيشيال بون لاميل، انترستيشيال بون لاميلا او لاميل. يبقى ده سهل، سلايد سهل اهو، عرفناه خلاص. طيب ده مين؟
ايوه برافو عليك. يبقى لازم نقول الاول جراوند كومباكت بون. يبقى ده جراوند ايه؟ جراوند كومباكت بون. طيب هنا احنا مشاور على ايه ده؟ دي ايوه برافو عليك. ما قلناش اوستيوسايت، قلنا لكن، قلنا ايه؟ قلنا لكن. جميل. طب ودي تبقى ايه؟ ايوه ايه؟ لا مش فولكمانز، نمره واحد دي هافيرجن كانال، حواليها الهافيرجن سيستم الباقي بتاع الكون، هافيرجن سيستم اهو، يبقى دي هافيرجن كانال. انما دي مين؟ نمره اثنين دي مين؟ ايوه برافو عليك، اثنين فولكمانز كانال، اللي هي عامله ربط بمين؟ يعني بتعمل جويننج ايه بايه؟ ده هافيرجن كانال هي بتاعت الهافيرجن سيستم ده، وادي هافيرجن كانال ثانيه بتاعت الهافيرجن سيستم ده، فهي رابطه الاثنين ببعض. يبقى دي اسمها فولكمانز كانال. خلاص كده؟ طيب لو في حاجه يا جماعه، حد محتاج حاجه بس يوقفني ويقول لي ايه ويسال السؤال اللي هو عايزه. ده مين تاني؟ يرجع لحاجه تانيه اللي احنا قلناها الاول. ده مين؟ دي كالسفايد كومباكت بون. ماشي، ده دي كالسفايد كومباكت بون. يبقى الحته اللي احنا مشاورين عليها بالقلم الاصفر ده ايه؟ اسمها ايه؟ ايوه اوستيون او هافيرجن كانال، هافيرجن سيستم، اوستيون او هافيرجن سيستم. طيب ده بيشاور على مين؟ الهافيرجن، هافيرجن كانال. يبقى ده مين؟ ده الهافيرجن كانال، يبقى ده الهافيرجن كانال. طيب لحظه يا دكاتره، دقيقه واحده. طيب الـ 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 يبقى احنا الاوستيون ده خلاص، وقلنا الهافيرجن، يبقى ده الاوستيون اهو، وقلنا الايه؟ الهافيرجن كانال اهي موجوده. وده مين؟ ده الاوستيو ايه؟ اوستيوسايت، جوه اللكنه ايه؟ جوه اللكنه بتاعتها. طب هو هنا عايز المين اورجانيل، دي حاجات نظري بقى، دي حاجات ايه؟ حاجات طيب ايه المشكله يا دكتور؟ الحاجات اللي هي اساسا بون فورمنج سيل، يعني اللي هي البروتين فورمنج سيلز كده، يعني النهارده الاوستيوبلاست زي الكوندروبلاست، هي عباره عن بروتين فورمنج سيلز، ففيها كل الفيتشرز بتاعت البروتين فورمنج اند سكريتنج سيلز. لما اقول فورمنج يبقى عندنا رف اندوبلازميك ريتيكولم كتيره، رايبوزومز كتيره، ولما اقول السكريتنج سيلز يبقى عندنا جولجي ابريتس كتير، والحاجات دي طالما اكتف يبقى الميتوكوندريا. طيب في دكتور بيقول احنا شايفين في الجراوند كومباكت بون بنشوف بنقول لكنه، وفي الديكالسفايد كومباكت بون بنقول اوستيوسايت، علشان في الجراوند كومباكت بون احنا جبنا البون وطحناه، فالخليه ماتت، مكانها بس الفراغ هو اللي باقي. انما في الديكالسفايد كومباكت بون احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ستيننج، وقبل ما بنعمل ستيننج بنعمل بريزرفيشن للتيشوز، يعني احنا بنجيب بناخد سبيسيمين من الجسم على طول، من الانيمال او من الهيومن بادي، من اي حته، ونقوم جايين حاطينه في حاجه اسمها ايه؟ كيميكالز، تحافظ على وضعه الطبيعي، فبتحافظ على الخلايا زي ما موجوده، وبتحافظ على الفايبرز زي ما هي موجوده. عشان كده بنشوف الخلايا وبنشوف الفايبرز، احنا شايفين خلايا فعلا بس هي ميت، بس هي ايه؟ يعني موجوده بس ميت. طيب ايه تاني عندنا؟ ده مين؟ نوع السلايد ايه؟ السلايد ايه؟ السلايد نفسه، السلايد ايه؟ يبقى ده جراوند كومباكتبل. خلاص كده عرفنا ان هو مش ستين، يبقى ده جراوند كومباكتبل، متاخد بالطول، يعني هنا السيتم متاخد بالايه؟ متاخد بالطول. فانا عندي هنا حاجه اسمها ايه؟ هافيرجن كانال، وادي هافيرجن كانال ثانيه، وادي هافيرجن كانال ثالثه. يبقى دي هافيرجن كانال، وزيها دي وزيها دي، انما الايه مين؟ واصله هافيرجن كانال بهافيرجن كانال، يبقى اسمها ايه؟ فولكانز. يبقى كده ايه؟ ماشيين مظبوط. طيب نروح بقى مين؟ نروح للكارتل. ماشي؟ في أي سؤال في البون كده ولا خلاص؟ طيب يبقى كده احنا خلصنا الإيه؟ خلصنا البون. نروح لمين؟ نروح للكارتل. إيه؟ يعني إيه يا دكتور مش فاهم السؤال؟ فدا فدا بتقصد إيه بالسؤال يا فدا؟ أنا مش فاهم السؤال. يعني انت النهارده ايه اللي الاضاءه ممكن تسبب اختلاف في اللون؟ الفتره اللي انت سبتيها في الصبغه بتاعتك ممكن هتاثر في اللون بتاعنا، الطريقه اللي انت حضرت بيها التيشوز نفسها،
خدتيها قد ايه وحطيتها في الفيكستيف قد ايه، يعني في حاجات كتيره واحنا بنصبغ هتاثر في اللون النهائي بتاعك. بس في النهايه احنا عندنا اسيدوفيليك وايه وبيزوفيليك ستراكشرز. في ده برضو لسه ما جاوبتش على سؤال، ما اعرفش مش فاهم سؤالها. فهي هي بتقول مش بتظهر الكومباكت بون في الاوستيوبلاست، مش عارف مش فاهم السؤال. طيب هنا هنروح للايه، لا ما شفناش ده يا دكتور. دكتور البيسر جولكمانز كان كانال ممكن تعمل كونكشن بين اكتر من اتنين، دي هتبقى واحده ودي هتبقى واحده. ما هي هي بتمتد من هافيرجن كانال لهافيرجن كانال، هتبقى اسمها فولكمانز كانال. ولو اتمدت لهافيرجن كانال تانيه يعني عامله زي حرف الواي، ما شفناهاش، ما شفناش المنظر ده. طيب نروح في تاني سؤال في البون، ازاي افرق بين سبونج بون والبون مارو؟ لا يعني ايه سبونج بون والبون مارو؟ سبونج بون البون مارو فراغ جواه خلايا، السبونج بون عباره عن تيشو، بون عباره عن تيشو. فانت عندك في ترابيكولي او لاميلي، يعني في عروق كده من البون لونها محمر موجود. انما البون مارو بيبقى فراغ مليان خلايا، يبقى انا عندي عروق من بون ووسطها فراغات او وسط فراغات او حواليها فراغات بتاعت البون مارو جوه خلايا. انت لما لو انت تقصد في السلايدز فده ما لما تكرر لما تبص كتير هتقدر تعرف الفرق، انما هي الفرق من بعيد نظر يعني، ده دي حاجه ودي حاجه تانية خالص، ما تلخبطكش يعني. لا ما فيش السبونج بون، ما فيش حاجه اسمها سموث بون، اسمها سبونج بون. حسن طيب الحاجة التانية هنا هنروح لمين؟ هنروح لل ال الكارتليج. الكارتليج اللي قدامنا دوت نوعه ايه؟ تمام، يبقى ده احنا شايفينه وايت فايبر كارتليج. خلاص كده يبقى الاستراكشر بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه وايت فايبر كارتليج. طيب ده بيشاور على ايه؟ النجمة دي بتشاور على ايه؟ ده كولاجين تايب 1 موجود في صوره باندلز، موجود في صوره ايه؟ في صوره باندلز. ريجولر ولا الريجولر؟ المفروض هنا ريجولر. طيب وبعدين السهم ده بيشاور على ايه؟ ده بيشاور على مين؟ على كوندروسايت. عرفنا منين ان هي كوندروسايت؟ علشان موجوده جوه لكن جوه ايه؟ جوه لكن. تمام. طيب هو هنا عايز ايه؟ عايز اسم السلايد ده وعايز المكان اللي موجود فيه. المفروض ده ايه؟ السلايد ده نقول عليه ايه؟ اسمه ايه؟ وايت، ما انتوا قلتوها في الاول، وايت فايبر كارتليج، مش كده؟ وايت فايبر. طيب الاماكن بتاعته انتوا المفروض عارفينها، اماكنها ايه؟ اشهر مثال ليها هو مين؟ طيب برافو عليكم، اللي هو الانترفيرتبرال ديسك والايه؟ الاستابلم والشولدر جوينت والسيمسيس بيوبس، حاجات كتير كده. فانتوا لازم تخلي بالكم من الستاتس يا جماعه، ماشي؟ فدي من الحاجات اللي هي ايه؟ مهمه. طيب اد سلايد تاني، عايزين اول حاجه. طيب انتوا قولوا لي بس الاول ده السلايد عباره عن ايه وبعدين نحل الاسئله. ده هاي لاين كارت، مش كده؟ ده هاي لاين كارت، ده مشاور على ايه؟ ده بيشاور على ايه؟ طيب تمام، تمام. بيري بيري ايه؟ في ناس لسه في البون يا جماعه، خليكم معايا، ركزوا معايا في الكارتلج. احنا سيبنا البون خلاص، فركزوا معايا في الكارتلج، ولو عندك سؤال يبقى قول لي بعد ما اخلص، ما ينفعش تسالني احنا مش عارف حاجه تاني دلوقتي. يبقى ده ايه؟ ده البريكوندري. من نفس الاستراكشر بتاع البريوستيم، هو نفس الكلام على البريوستيم، هو نفس الكلام على البريكوندري. هي الخلايا اللي ايه؟ الخلايا مختلفه، اوتر فايبرس لاير وانر كونروجينيك لاير. اذا نفس الايه؟ نفس الكلام، افهم علشان ما تحفظش كتير. طيب تحت البريكوندريم بلاقي فيه في مين الخليه دي اسمها ايه؟ كوندرو ايه؟ كوندرو بلاست. لما بنخش جوه الخليه بتكبر وتقعد في لاكنه، فبسميها كوندرو ايه؟ اللي انا مشاور عليها دي، ايوه برافو عليك، اللي هي كوندرو سايت. كوندرو سايت ساعات الاقيها موجوده ان جروبس، بسميها ايه؟ انسل نست او ايزوجينس جروبس. انسل ايه؟ انسل نست. هنا المنظر ده بنشوفه ليه؟ عشان بيحصل ايه للخليه؟ نتيجه ايه؟ ايوه برافو عليك، نتيجه سيل ديفيجن. يبقى نتيجه ايه؟ نتيجه سيل ديفيجن.
السيل ديفيجن في الحته ديت بيبقى مسؤول عن نوع من الجروث كارتليج اسمه ايه؟ ايوه برافو عليك، انترستيشال ايه جروث، يبقى انترستيشال جروث في الايه؟ في الكارتليج. طيب الريد بون مارو، الريد ارو دوت احنا قلنا خلاص ده البريكوندريم خلاص، والجرين ده المفروض بيشاور على الاوستيوبلاست. طيب الحته دي قلنا احنا خلصناها تقريبا، هي السيل نست او الاثنين واحد، سيل نست وادوجينس جروبز واحد. حد بيسال امتى اقول ده وامتى اقول ده؟ الاثنين واحد. طيب هو عايز يعرف بقى المكان الهايلاين كارتج، مكان الهايلاين كارتج. طيب في حاجات كتير قوي كده. طب تمام، انتوا عارفين الحاجات ايه من النظر ده ايه؟ تمام، يبقى ده يلو الاستيك ايه؟ يلو الاستيك كارت. السهم ده بيشاور على ايه؟ طيب على الالاستيك فايبرز. الالاستيك فايبرز ما هياش موجوده ان باندلز، هي الالاستيك فايبرز جايه موجوده مع بعض متفرقه. طيب الستيننج بتاعها مين؟ مين الستين اللي بنستخدمها؟ الاوبستين. اللون بيبقى ايه؟ اللون براون او دارك براون او بلاك. طيب هو برضو عايز الاماكن، الاماكن مهمه، الكارتج والبون وانواع والحاجات دي كلها بيبقى الاماكن اللي هي موجوده فيها بتبقى ايه؟ بتبقى من الحاجات المهمه. فاحنا عندنا الثيرويد كارتج، يعني غير الثيرويد كارتج نفسه، تمام، وعندنا ايه؟ وعندنا الايرفن. ففي حاجات كتيرة تمام اللي هي الاستراكشرز اللي موجودة فيها، النوع ده من الكارتلج نادر، ما هواش ايه؟ ما هواش موجود في أماكن كتير. طيب دي نفس الايه؟ نفس السلايدز اهي. ده مين؟ السلايد عايز اللي فات ده؟ ده عايز ده؟ في دكتور بيسأل عايز ده؟ اللي قبليه كمان؟ ده؟ تمام، ايه اللي هنا فيه؟ ايه اللي انت عايزه؟ ايه السؤال؟ عايزنا اعيده يعني اشرحه تاني ولا هتسأل سؤال؟ انا مش فاهم. طيب ده اسمه ايه؟ ما انت قلته اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن يلو الاستيك كارتج. يبقى ده اليلو الاستيك كارتج. عرفنا منين ان هو يلو الاستيك كارتج؟ عشان الفايبرز اللي موجوده دي. هو شبه الهايلاين بس جواه فايبرز كتيره. الفايبرز دي نوعها ايه؟ احنا عارفين ان هي الاستيك فايبرز. عشان نتاكد ان هي الاستيك فايبرز بنصبغها بايه؟ بصبغه اسمها ايه؟ اسمها الاوستين. يبقى اذا السهم الاصفر مشاور على الفايبرز اللي هي اليلو الاستيك فايبرز او الالاستيك فايبرز. بتصبغ بايه؟ بتصبغ بالاوستين. لونها بيبقى ايه؟ لونها بيبقى براون بلاك او بيبقى دارك بلاك، دارك براون. موجوده فين؟ الحاجات دي نظري بقى عندك في الكتاب وزمايلك قالوا، موجوده في الاوستيكين تيوب، موجوده في الايرتنا، وموجوده فين؟ موجوده في اللارنجيال كارتلجز غير الثيرويد كارتلج. تمام. في بعض الصور الثانيه برضو عن البون، يعني ده مين البون ده؟ ده عباره عن ايه؟ سلايد ده. ده جراوند كومباكت بون. طيب دي مين؟ خلاص احنا عرفنا بقى الكلام ده، احنا بنعيد تاني يعني الحاجات دي سهله. دي لها فيرجن كانال، وادي الايه؟ الاوستيو ايه؟ دي اللكنه بتاعت الاوستيوسايت كله على بعض اسمها فيرجن ايه؟ فيرجن سيستمز او الاوستيونز. دي مين؟ فولكمانز كانال، موصلها فيرجن كانال بها فيرجن كانال ثاني. بس ده اسمه جراوند كومباكت بون، جراوند كومباكت بون. وهنا بيقول لك من السؤال ايدنتيفاي ذا ستراكشر بي سبيسيفيك اند ميثود اوف بريباريشن. الميثود اوف بريباريشن ده جراوند كومباكت بون. خلاص عرفنا يا عم جريندنج ميثود، فحمنا البون، يبقى الميثود جريندنج للبون واسمه جراوند كومباكت بون. ايدنتيفاي ذا ستراكشر يعني ايه؟ يعني ده بون، ده كومباكت بون. لما تقول لك بي سبيسيفيك فانت هتقول لها جراوند كومباكت بون. عايز بقى الحاجات اللي احنا قلناها، الاسهم اللي هي اللي احنا قلناها دي، الارز دي كلها احنا شاورنا عليها. طيب ده مين؟ ده بون نوعه ايه؟ ومعمول ازاي؟ يبقى دي كالسفايد كومباكت بون. دي مين؟ ده مين؟ ده انا مشاور عليه. ده مين؟
الماسلز، يبقى ده الاكسترنال سيرفيس وده البيري اوستيوم. ده مين؟ ده البون مارو، برافو عليك. ويبقى ده الاندوستيوم، وادي بقى ايه البون اللي هو الايه الكومباكت بون بتاعنا اللي هو ديكالسيفايد كومباكت بون. يبقى ده الاستراكشر بتاعنا هنا اسمه ايه؟ ديكالسيفايد كومباكت بون. الحاجات الكبيره قوي ديت هي الايه الهافيجن كانال، في اصغر فيها فيجن كانال صغيره حسب انا فتحت فين بالظبط. طيب السلايد دي اللي هي ايه؟ اللي هي دي اللي هي دي، ده ديكالسيفايد كومباكت بون، ده الاوتر سيرفيس عشان فيه ماسلز هنا موجوده، وادي الانر سيرفيس عشان فيه بون مارو موجود. يبقى ده البون بتاعي اهو، وده الاندوستيوم وده البري اوستيوم. خلاص ده البون، ده الاستراكشر بتاع البون. انا مش لاقي هنا، انا مش شايف الهافيرجن سيستمز بقى والانترستيشال لاميلي والكلام ده كله، علشان صغيره التكبير صغير، مش انا مش شايف حاجه، بس اللي باين بس الايه الفراغات الصغيره دي اللي موجوده اللي هي اجزاء من الهافيرجن سيستمز بتاع الميثود اللي هي ديكالسيفايد كومباكت بون. ديكالسيفايد كومباكت بون ديكالسيفيكيشن اسمه ديكالسيفايد كومباكت بون. يبقى الميثود اوف بريبريشن ديكالسيفيكيشن. خلاص الثانيه كان اسمها ايه؟ انجريندينج. طيب ده برضو مين؟ ده يعني حته دي من ايه؟ من كومباكت بون. خلاص هو هنا عايز مين؟ ده البري اوستيوم، مش كده؟ يبقى اوتر فايب بس عشان الخلايا فيها قليله، وانر اوستيوجينيك لاير عشان الخلايا هنا بقت ايه؟ بقت كتيره. عندنا بون لاميلي اهي، وعندنا ايه؟ وعندنا الاوستيو سايت موجوده جوه ايه؟ جوه اللاكن. صح؟ الكارتليج الباك جراوند بتاعه بيزوفيليك يا دكتور. صح ولا غلط؟ اوتر فايبرس لاير وانر اوستيوجينيك لاير، وكل ده البري اوستيوم، وده بيشاور على البون لاميلا. خلاص ويعني هو المفروض طبعا لو بالمنظر ده، لو حد قال بون لاميلا مفيش مشكله، لو حد قال اوستيوسايت هنعتبرها له صح برضه. لازم احنا نبقى واحنا بنشاور ما يكونش السهم ايه يلخبطنا في المكان اللي هو فيه. بري اوستيوم، ده البري اوستيوم اهو متكون من طبقتين، اوتر فايبرس لاير ما فيهاش خلايا كتير، وانر اوستيوجينيك لاير فيها خلايا كتير، وادي البون بتاعنا اهو، وادي الاوستيوسايتس اللي موجوده، والحتت البينك دي هي عباره عن الايه؟ البون لاميلي. يبقى دي مشاور على بون لاميلي او مشاور على الاوستيوسايت. لا يكتب دي ماشي، لا يكتب دي ماشي. احنا قلنا البون بينك والكارتليج بيبقى بلو، بيبقى ايه؟ بلو، بيبقى ازرق ازرق غامق، الكارتليج ازرق ايه؟ ازرق غامق. الباك جراوند بيبقى بيزوفيليك، البون اسيدوفيليك، الكارتليج بيزوفيليك. خلاص الناس اللي بتسال ليه مش بون وليه مش كارتليج. طيب ده اسمه ايه؟ نفس الكلام، هو بس هم جايبين سلايدز كتيره وبيعيدوها كتير. ده ديكالسيفايد كومباكت بون، وعايز بقى ده هافيرجن كانال، وادي انترستيشال بون لاميلا والاوستيوسايت، وادي هنا بيشاور على الاوستيوسايت في اللكنه بتاعتها، وبيشاور هنا على البون لاميلي اللي هي حوالين الهافيرجن كانال، وادي الهافيرجن كانال نفسها. ده اسمه ايه؟ ديكالسيفايد كومباكت بون. طيب هنا الدامي الاثنين دول ده عباره عن انهي نوع من البون؟ ده سبونج بون. عرفنا منين ان سبونج بون؟ عشان عندي فيه مالتيبل الريجولر وايد بون مارو كافيتيز اهي، وبينها الترابيكل بتاعت البون. فيبقى ده عباره عن ايه؟ بون مارو كافيتي اهو لايند باي النوع ده من الخلايا، اسمها ايه؟ اوستيو. الطبقه دي اوستيو بلاست، تمام. يبقى دي اوستيو بلاست. امال دي مين اللي انا مشاور عليها؟ دي هتبقى مين؟ دي اوستيوسايت. يبقى عرفنا مكان الاوستيوسايت، وعرفنا مكان الاوستيو ايه؟ الاوستيو بلاست. ويبقى ده البون مارو ايه؟ بون مارو كافيتي. دي مين؟ ده البون لاميلي، البون ترابيكلي او البون لاميلي. طيب خدنا واحده من دي، الحته دي مثلا، وكبرناها، احنا كبرنا الحته دي، وادي البون مارو كافيتي. يبقى ده البون مارو كافيتي، وادي البون ترابيكلي او البون لاميلي. جوه البون لاميلي اللي هي دي بلاقي فيه الاوستيوسايتس اهي موجود، فدي الاوستيوسايتس. على السطح بتاعها الاقي الخلايا دي اللي هي الاوستيو بلاست. اوستيو بلاست، يبقى هنا اوستيو بلاست اهي، اوستيو بلاست اهي، تمام؟ تمام. طيب في الحته دي بلاقي فيه خليه كبيره ومالتي نيوكليتد، ما عنديش الا نوع واحد من الخلايا هنا كبيره ومالتي نيوكليتد لازقه على سطح البون من جوه او من بره، يعني سميها ايه؟ اوستيو بلاست. يبقى ده شكل الايه؟ اوستيو بلاست. الفراغ اللي هي قاعده فيه ده اسمه ايه؟
الفراغ اللي هي قاعدة فيه اسمه ايه؟ ايوه هاو شيب، هاو شيبس الاكل. خلاص كده تمام. هنا في السؤال نمرة 3 عايز نوع الفايبرز والستين بتاعت الفايبرز. الحاجات دي كلها أسئلة نظري بقى، يبقى هنا نوع الفايبر، ما هي كولاجين فايبرز تايب 1 وعايز الستين بتاعته. فأنت عندك الستينز الكولاجين بسبوب بإيه؟ في عندك الميسن ترايكروم مش كده؟ دي واحدة من الإيه؟ من والمالوري ستين والميسن ترايكروم ستين. تمام. خلاص حد عايز حاجة في السلايد ده؟ اللي هي دي، ما هي دي عبارة عن بون مارو كافيتي، بون مارو سبيس، بون مارو كافيتي زي ما انتوا عايزين. هاو شيبس لاكنا، ده اللي انا بشاور عليها دي الهاو شيبس لاكنا، اللي هي دي يا دكتور، دي الاوستيوكلاست وقاعدة في هاو شيبس لاكنا. هو بيشاور على الاوستيوكلاست، انا سألتكم على الهاو شيبس لاكنا ماشي؟ يبقى دي الاوستيوكلاست قاعده في الفراغ اللي بينها وبين البون اسمها هاو شيبس لاكن. طيب في حد عايز سلايد اللي فات؟ سلايد ده هترجعنا هنا ليه يا دكتور؟ عايز ايه؟ ما احنا قلنا ده الاوتر فايبرس لاير والانر اوستيوجينيك لاير. كومباكت بون يعني دكتور. هو بص هو 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 الحته دي مبينه ان هي كومباكت بون، هي مش باينه قوي، انت عشان تكبرها لازم تبعد شويه وتشوف. فاحنا مش على حته صغيره ونقول نوع البون ايه، ما احنا عارفين ان الاثنين موجودين مع بعض في الفلات بونز وفي الريجولار بونز، يعني لازم الاقي حته كومباكت بون مغطيه الاسبونج بون في الفلات والريجولار بونز، واللونج بونز هي كلها كومباكت بون. فانت لازم تصور حته كبيره علشان تقول لي ده نوعها ايه وده نوعها ايه، جيب لي سبيسيفيك فيتشر في الحاجه عشان اقول لك دي نوعها ايه. انا مش شايف هيدروجين سيستمز عشان اقول لك كومباكت بون واحلف لك عليها ان هي كومباكت بون، فاهم يعني؟ لو ما فيش لو ما فيش هيدروجين سيستم قدامي ما انا مش هقدر اقول لك ان هي كومباكت بون. فانت ما تسالوش اسئله الاجابه بتاعتها المفروض تبقى واضحه، يعني ما لو الحاجه مش واضحه ما نسالش عليها، لان مش واضحه لازم اصور في حته ابعد او حته تاني او اصور منطقه اوسع علشان اقدر يبقى عندي فيتشرز كتيره اقدر اقول ان ده كومباكت بون ولا سبونج بون. فانا محدش يسال اسئله ايه، هو ما سالكش السؤال ده في السلايد، هو سالك ما سالكش، ما قالكش قول لي السلايد ده ايه، هو بيسال على الاستراكشرز الموجوده جوه الايه، جوه الصوره، لكن ما قالكش، ما ادالكش داتا كفايه عشان تقول ده ولا ده، ممكن يقول ده يبقى صح ممكن يقول كومباكت بون يبقى صح، هو ما ادالكش داتا كفايه وبالتالي ما سالكش، فانت ما تسالش لان الاجابه واضحه. طيب ده مين؟ اللي هو جروينج اند اوف ايه اوف بون، ساعات بنسميها جروينج ايه، جروينج اند اوف بون، يعني هو حد قال دي كالسفايد كومباكت. بس هو المنظر هنا غريب يا دكتور، صح ولا غلط؟ واحنا بنشوف المنظر ده في دي كالسفايد كومباكت بون، اللي قال دي كالسفايد كومباكت بون على دي مش صح، مش كده، ده دي جروينج اند اوف بون، جروينج بون والبون بيكبر من الانس يبقى جروينج اند اوف بون، خلاص جروينج اند اوف بون. واحد قال ابسيزير بليت مظبوط، لان يعني دي الحته اللي بيحصل فيها الايه الجروث اوف بون. طيب يبقى السايز ستراكشر عرفناه. Identify the stages. أول مرحلة هنا مرحلة الإيه؟ الكارتلج العادي. كارتلج بسميها resting stage صح؟ تمام. وبعد كده بيحصل إيه؟ proliferation. يبقى عندنا في resting وبعد الresting هيبقى في إيه؟ هيبقى في proliferation. بعد الproliferation بيبقى في في stage of hypertrophy، وبعد stage of hypertrophy هيبقى في stage of ستيج اوف ديث، وحصل معاها الكالسيفيكيشن صح كده؟ مظبوط؟ تمام. الكالسيفيكيشن لو حصل ديث ليه؟ لان حصل كالسيفيكيشن، يعني الخلايا كبرت وبدات ترسب كالسيوم حواليها زي ما اتفقنا في البون، البون ما يقدرش يعدي النيوتريشن ولا الجازز وبالتالي الخلايا هتموت، لان ما فيش الخلايا محصوره بالكالسيوم والفوسفيت وبالتالي ما فيش فلويدز قادره تعدي، ما فيش جازز قادره تعدي ولا اكسجين قادر يعدي ولا حاجه، فالخلية بتموت. لما الخلية تموت بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها فراغ، جواها فراغ، يا
يحصل انفيجن من بلاد فيسلز جايه من بره من عند البريوستيوم، وبالتالي دي هتجيب ايه؟ هتجيب النيوتريشن وتجيب الاكسجين، وتبدا الحته دي يحصل فيها ايه؟ فورميشن اوف ايه؟ اوف بون مارو كافيتيز، والحتت اللي حواليها الترابيكل اللي حواليها بالكالسيفيكيشن بتتحول الى بون. بتتحول الى ايه؟ الى بون. يبقى اذا تاني ده عباره عن جروينج اند اوف بون، المرحله الاولانيه دي اسمها الريستنج ستيج، وبعد كده البروليفريشن ستيج، وبعد كده الهايبيتروفي، مع الهايبيتروفي يحصل ديف وكالسيفيكيشن. خلاص يا دكاتره؟ في اي سؤال في الاجزاء دي؟ اعيد تاني ولا خلاص انا عدت؟ اي سؤال في الجزء ده؟ احنا خلصنا كده مراجعه الايه؟ مراجعه البون ومراجعه الكارتج. لو في سؤال اسالني. هو انا بيهمني انك انت تسال على السلايد نفسه، والحاجات النظري المفروض انت تعرفها، بس برضو ما فيش مشكله انك انت ايه لو عندك سؤال ممكن تسال على حاجه نظري، بس حاجه نظري يعني السؤال يبقى فعلا يستاهل ان يتسال ويستاهل ان احنا نجاوب عليه. السلايد اللي قدامنا فيه ناس عايزاه، فالسلايد ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيزيكال بليت اوف بون او جروينج اند اوف بون. احنا متعودين نسميها جروينج اند اوف بون علشان احنا بنسال على مراحل الجروث، بنسال هنا على مراحل الايه؟ الجروث، فاحنا بنسميها جروينج اند اوف بون. طيب بنبدا البون هنا بايه؟ بالمرحله الاولانيه ديت، بيبقى عباره عن كارتلج عادي خالص. الكارتلج ده بسميه ايه؟ بسميه المرحله دي بسميها ريستنج ايه؟ ريستنج ستيج. يبقى دي مرحله الريستنج ستيج. بعد مرحلة الريستنج ستيج بيحصل ايه؟ بيحصل ان بيبقى عندي بروليفريشن، يعني الخلايا بتتجمع كده وبتترتب في صفوف، فبيبقى اسمها بروليفريشن ستيج. بعدها الخلايا تكبر، كبرت في الحجم، فنسميها هايبيتروفي. نسميها ايه؟ نسميها هايبيتروفي. بعد ما الخلايا بيحصل لها هايبيتروفي، الخلية نفسها تبدأ ترصد حواليها كالسيوم، فالخلية بتموت، فبيحصل هنا حاجتين، كالسيفيكيشن وديث. فالمرحلة دي مرحلة الكالسيفيكيشن والايه؟ والديث. لا فاضل الجزء اللي هو السيلف اسسمنت يا دكاتره. في ناس بدات تخرج معرفش ليه، بس في سيلف اسسمنت لسه شويه اسئله هتحلوهم المفروض وانتوا قاعدين. في اي سؤال تاني بالنسبه للبون وبالنسبه للكارتج، المراجعه بتاعت البون والكارتج؟ في اي حاجه؟ اي حاجه؟ طيب هنروح هنروح للجزء التاني اللي هو السيلف اسسمنت. طيب دلوقتي في الاسئله محطوطه قدامكم اهي، وبعدين ايه؟ هتجاوبوا بقى يا دكاتره. ماشي؟ يعني السؤال الاولاني الكوندروسايتس عندنا خيارات arise from undifferentiated mesenchymal cells، ده نمره ايه؟ والخيار الثاني rounded cells with acidophilic cytoplasm. السؤال الثالث have features of steroid secreting cells. والسؤال الرابع develop from chondroblast. يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة دي تمام، اللي هو إيه؟ اللي هو تمام، يبقى كده الإجابة دي. طيب السؤال الثاني hyaline cartilage is characterized by the following. hyaline cartilage is characterized by the following. chondrocytes arranged in rows. ده number A. large number of elastic fibers. ده number B. number C translucent with glossy appearance. number D scanty matrix. يبقى الإجابة إيه؟ تمام. تمام الأسئلة سهلة ما هياش إيه؟ ما هياش صعبة. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث fibers of hyaline cartilage are not seen under light microscope because they are elastic fibers. number D they are not present. number C they are arranged parallel to each other. number D they have the same refractive index as the matrix. تمام؟ تمام. طيب نمرة أربعة. السؤال الرابع
يلو إلاستيك كارتليج از كاركترايزد باي ذا فولوينج. أول حاجة سراوندد باي بيريكوندريوم دنس كولاجين باندلز كوندروسايتس ار ارينجد ان روز ويز كانتي ماتريكس. الإجابة إيه؟ تمام. طيب نمرة خمسة وايت فايبر كارتليج از فاوند ان ذا فولوينج سايتس أو سايت فيتال سكيلتون تراكيا انتر فيرتبرال ديسك وستيكيان تيوب. تمام. نمرة ستة the following occurs in interstitial growth of cartilage. أول حاجة division of chondrocytes to proliferate and produce matrix. ونمرة B addition of new layers of cartilage on the surface. نمبر C differentiation of chondrogenic cells into chondroblasts. D increase the vascularity of the cartilage. الإجابة إيه؟ إجابة تمام. إجابة إيه؟ طيب نمرة سبعة cell nest is a character of the cell nest is a character of chondroblast, osteocyte, osteoblast, chondrocyte. الأسئلة سهلة ما هيش إيه؟ ما هيش صعبة. نمرة 8 hyaline cartilage is stained with basic dyes as it contains elastic fibers, collagen bundles, sulfated glycosamine glycans, tissue fluid. الإجابة تمام. الإجابة C. الإجابة C. طيب تسعة hyaline cartilage is found in ear penna, costal cartilage, mandibular joint, semilunar cartilage of knee joint. الإجابة نمرة B. تمام. وآخر حاجة في الكارتليج نمرة 10 fibers in matrix of cartilage of hyaline cartilage هي مين؟ هل reticular fibers, collagen type 1, collagen type 2, elastic fibers. الإجابة إيه؟ الإجابة C. خلاص كده؟ دي الإجابات يا جماعة موجودة قدامكم أهو الأنسرز الموجودة وبقيتها في الصفحة الجديدة أهي. ماشي؟ في حد بيسأل بس الكلام مراكب في بعض والكلام شابك مع بعض يا جماعة ده ايه؟ وات ذا ايه؟ بيزك دايز ولا بيزك ديزيز مش فاهم يا دكتور. دكتورة إسراء دكتورة إسراء مش الكلام مشابك في بعض يا دكتورة فأنا مش قادر أقرأ. طيب نروح للبون برضو شوية أسئلة بسيطة في البون أسئلة سهلة مش صعبة. أول سؤال the bone forming cells are مين ال bone forming cells osteogenic cells ولا ال osteoclast ولا osteocyte ولا ال osteoblast ال هي مين؟ اللي هي ال osteoblast هي ال bone forming cell إنما ال osteocyte بيسموها إيه؟ ال osteocyte بيسموها إيه؟ لا osteocyte مش osteogenic osteocyte أيوة برافو عليك maintaining cells هي mature cell شغلها قليل بتحافظ بس على المنطقة اللي هي قاعدة ايه؟ اللي هي قاعدة حواليه، فهي بتحافظ على المينتنس اوف بون. طيب نمرة اثنين، السؤال الثاني. A virgin system is characterized by the following. Number A has central vascular canal ولا has Wolkerman canal running longitudinally ولا external circumferential lamellae surrounded bone أو surround bone marrow cavity وال internal circumferential lamellae under the periosteum. يبقى الإجابة ايه؟ نمرة A اللي هو الإجابة نمبر A. طيب نمرة ثلاثة compact bone is characterized by irregular bone trabeculae ولا endosteum consists of two layers ولا multiple bone marrow cavities ولا periosteum covers the outer surface. يبقى الإجابة تمام الإجابة دي الإجابة دي. نمرة أربعة osteoblast is found on bone surface in shallow depression بسميه إيه؟ osteoclast. نسمي الديبريشن ايه؟ لاكنا ولا كاناليكولاس ولا بيوستيوم الهاو شيبس لاكنا؟ احنا ايه؟ احنا جاوبنا على السؤال ده واحنا ايه؟ واحنا بنشتغل. نمرة دي تمام هاو شيبس لاكنا. السؤال اللي بعد كده نمرة خمسة. Which bone cells are present inside lacuna؟ مين؟
احنا عندنا خليتين البون سيل يا اما الاوستيوبلاست هاوشيت سيلاكما يا اما الاوستيوسايت، يبقى الاجابه ايه؟ تمام، الاجابه سي اوستيوسايت. طيب انترستيشال بون لاميلي لاي اندر اند بارل تو بريوستيوم ولا لاي بارل تو اندوستيوم ولا لاي ان بتوين هافيرجن سيستمز ها ولا لاي ان استيونز اوف كومباكت بون، يبقى الاجابه سي ان بتوين، يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه سي ان بتوين. تمام، السؤال اللي بعد كده which of the following bone cells is multinucleated، ما معناش الا خليه واحده multinucleated، يبقى الاجابه ايه؟ رقم ايه؟ هي بون سيل واحده بس هي المالتينيوكليت اللي هي الاوستيوكلاست. اوستيوكلاست. طيب which of the following is true about spongy bone، عايز الاجابه الصحيحه. it has no periosteum has a regular bone trabeculae absence of avergent system has single bone marrow cavity، يبقى مين صح؟ يبقى هو ايه؟ الريجولار بون مارو ايه؟ تمام، يبقى absence of avergent system هو اللي بيميز السبونجي بون، ما عندناش، لكن الباقي كله مش مظبوط. طيب appositional growth of bone is the function of، مين اللي بيعمل appositional growth للبون؟ احنا قلنا اللي بيعمل appositional growth للبون او growth للبون هي مين؟ الاوستيوبلاست. اللي بيعمل growth للبون هي الاوستيوبلاست مش الاوستيوسايت، واللي بيعمل maintenance للبون هي الايه؟ الاوستيوسايت. طيب الاندوستيوم بقى ماله الاندوستيوم؟ بيقول لك covers the outer surface of bone، لا مش صح. formed of two layers، لا مش صح. lines the bone marrow cavity و rich in osteocytes، هو rich in ايه؟ osteoblasts، يبقى نمره سي هي اللي ايه؟ نمره سي هي اللي صح. هي الاسئله سهله يا جماعه، ما هي صعبه خالص، لكن اهي بتراجع برضو تعمل ريفريشمنت للمعلومات ايه بتاعتك. في اي سؤال يا دكاتره؟ اي سؤال؟ عايزين نراجع حاجه؟ طيب جميل، في اي حد محتاج حاجه؟ نمره 8. حاضر، نمره 8. 8 السؤال الثامن which of the following is true about spongy bone، عايز الحاجه الصح اللي حوالين spongy bone. اول حاجه has no periosteum، مفيش بون مالوش periosteum، احنا عندنا periosteum وعندنا endosteum. has regular bone trabeculae، احنا السبونجي بون الريجولار بون trabeculae، ليه؟ لان هي بينها وبين بعضها الريجولار بون مارو كابيتي. طيب نمره سي absence of avergent system، احنا عارفين avergent system موجود في الكومباكت بون مش السبونجي بون. طب نمره دي has single bone marrow cavity، لا هو السبونجي بون فيه فراغات كتير جواها بون مارو، فهي البون مارو مش سنجل، multiple bone marrow cavities، فيبقى الاجابه هي absence of avergent system اللي هي نمره سي. يعني ايه؟ What are the last choices of 10؟ يعني عايز 10؟ حاضر اجيبها لك اهي كده. ده اللاست سلايد اهو خلاص. قولوا اتفضلي يا علاء اتفضلي. انا مستني الاء، كانت بتسال على سؤال، كانت عايزه تسال سؤال. فين الاء؟ طيب واسراء عايزه ايه؟ يا دكاتره احنا كده، انا مستني اسئلتكم، لو في حد عايز يستفسر عن حاجه. انا كده احنا خلصنا السلايدز بتاعت النهارده، الجزء بتاع النهارده خلصناه، انا مستني بس لو في حد محتاج تفسير لحاجه او توضيح لحاجه يتفضل. فاللي بيسال ان احنا خلصنا، خلصنا. سؤال واحد رقم واحد في البون، عايز اول واحد في البون يا دكتور، يعني عايز اول صفحه يعني. سؤال رقم واحد في البون اللي هو ايه؟ ذا بون فورمينج سيلز ار، ده السؤال الاولاني. ذا بون فورمينج سيلز ار، انت من غير ما تقرا الاجابات الاربعه الاختيارات انت عارف ان البون فورمينج سيل هي الاوستيوبلاست، فمهما حط لك اي نوع خلاص انت عارف ان هي اوستيوبلاست، انت بتدور على النوع اللي انت عايزه. هو جايب الانواع كلها، اوستيوبلاست، اوستيوسايت، اوستيوبلاست، اوستيوجينيك سيلز، فانت تختار الاوستيوبلاست.
او اول سلايدز في السيشن، يعني بتتكلم على الايه، على السيلف اسسمنت ولا على بتتكلم على ايه يا دكتور؟ خلينا دلوقتي، انا عارض دلوقتي السيلف اسسمنت، حد عايز حاجه في السيلف اسسمنت؟ ها اي حد عايز حاجه في السيلف اسسمنت؟ خلاص طيب، اشيل السيلف اسسمنت احط حاجه تاني ولا انتوا كده اكتفيتوا؟ يعني حد له سؤال في السلايدز ارجعها تاني؟ اه اللي بيسأل احنا خلصنا. اه يا دكتور احنا خلصنا، انا مستني اجاوب على اسئلتكم، لو انت عندك سؤال اتفضل، ما عندكش سؤال يبقى احنا كده خلصنا النهارده. الدكاترة عم تقول لكم الاوسيفيكيشن، احنا قلنا فكرة عن الاوسيفيكيشن واحنا بنشرح الجروينج اند اوف بون، انما الاوسيفيكيشن كاوسيفيكيشن محتاج محاضرة. انت اسأل ايه اللي مش فاهمه في الاوسيفيكيشن وانا جاوبك، انما عشان اشرحه كله سيستماتيكالي من اول للاخر ده محتاج محاضرة، محتاج له وقت. احنا النهارده مركزين على العملي، انت قول لي بس محتاج ايه فيه، انهي جزء مش فاهمه وانا اشرحه. ها يا دكاترة خلاص أنا مستنيكم. خلاص محدش محتاج حاجة ولا هنا ولا في سلايد. صح إيه؟ منا شرحها، يعني ايه شرحها؟ مش عارف بتقصد ايه يا دكتورة، مش فاهم. في ما هو سؤالك اختفى وسط الأسئلة يا دكتورة، من فضل جاوبي على السؤال، يعني عيديه تاني لو سمحت. طيب ما متهيألي كده ما حدش بيسأل، يعني انتوا مش محتاجين حاجة تاني مش كده؟ طيب خلاص، اللي محتاج سؤال او الباقي ممكن يتفضل، لو في حد لسه محتاج سؤال او هيسألني على حاجة يتفضل معايا، والباقي ممكن يتفضل. منى ما كتبتيش السؤال يا دكتوره منى، فانا مش عارف انت عايزه ايه. منى بتقول some osteoblasts differentiate into osteocytes in lacunae, some flattened and cover the matrix as bone lining cells and the majority undergo apoptosis. طيب يعني ايه؟ ماشي يا دكتوره، يعني ايه المطلوب؟ انت ما كتبتيش سؤال يا دكتوره، وهي حتى انت ما عدتيش السؤال تاني، انت مكسله تكتبي السؤال يعني ولا ايه؟ يعني انا طلعت فوق لقيته قدامي بالصدفه، يعني انت مكسله تكتبيه تاني؟ وبعدين انا ما اعرفش السؤال ايه. ايوه ما دي معلومه، ما فين السؤال؟ ايه سؤال يعني من انت بتقولي سؤالي فوق، انا دورت لقيت ستيتمنت ما لقيتش سؤال. فين السؤال؟ انت ايه مش فاهماه فيها؟ في حاجه مش فاهماها؟ يعني بيقول لك ان بعض الخلايا اللي موجوده في بعض الخلايا الاوستيوبلاست، ما هو الاوستيوسايت جاي منين؟ الاوستيوسايت جاي من الاوستيوبلاست، كل ما الخليه تخش جوه البون، يعني البون بيكبر، فالخلايا اللي كانت على السطح طالما البون كبر نزلت لتحت شويه، فالخليه بيحصل لها ماتيوريشن وبتحوط نفسها بلكنه او تقعد في فراغ، وبنسميها اوستيوسايت. خلاص كده بنسميها اوستيوسايت. الاوستيوسايتس كتيره، مش كل الاوستيوسايتس بيعيشوا، بعض الاوستيوسايتس بيموت وبعض الاوستيوسايتس بيفضل ايه، بيفضل عايش زي ما هو. خلاص كده، فما بيحصلش بون جروث من جوه، اللي هو اللي احنا بنسميه انترستيشال بون جروث، زي ما كان بيحصل في القلب. فالخليه بتموت بحاجه اسمها ابوبتوزز. انت خدت الابوبتوزز ولا لا؟
طيب يبقى اذا الابوبتوز اللي هي سيلكتيف وايه سيلكتيف سيل ديث، يعني نوع من الايه نوع من السيل ديث بيبقى رايح لخليه واحده، هو بيختار خليه واحده، خليه اسمه بروجرام سيل ديث او اسمه ايه فيسيولوجيكال سيل ديث، او يعني زي ما انا سميته من شويه اللي هو سيلكتيف سيل ديث، خليه مش محتاجها الجسم فبتموت. فالاوستيوسايت جاي من الاوستيوبلاست، مش كل الاوستيوسايت اللي طالعه تعيش بعضها ايه او معظمها بيحصل له ابوبتوزس، بتفضل عدد قليل من الاوستيوسايت اللي هي هتمنتين البون بس، لان احنا عرفنا ان الوظيفه بتاعت البون اساسا احنا عايزين البون حاجه تبقى هارد عشان تعمل سبورت للايه للسكيلتون وسبورت للتيشوز اللي موجوده عندنا، وبالتالي الماتريكس من الحاجات المهمه في البون، فالماتريكس لازم يبقى كتير، لكن الماتريكس اللي هيحافظ عليه الخلايا فلازم يبقى عندي برضو مجموعه من الخلايا. وما ننساش ان البون ده ريزرفوار للكالسيوم والفوسفيت، وبالتالي الخليه هي اللي هتطلع الكالسيوم وهي اللي هترسبه، الخليه لها دور مهم برضو في الايه في الفانكشن بتاع البون. اي سؤال تاني؟ ماشي ده كده تمام. لو في اي سؤال تاني قولوا، هديكوا دقيقتين كده تسالوا. بوزيشنال جروث يا دكتور، يعني الجروث اللي على السطح، ودي ده المين ميثود للجروث في الكارتليج والبون، يعني تلاقي ان تحت البريكوندريوم خلايا كتيره صغيره ولسه اكتف ونشيطه، وهي المسؤوله عن الجروث بتاع الكارتليج والجروث بتاع الايه والجروث بتاع البون والجروث بتاع البون، بنسميه ابوزيشنال جروث. يبقى انك انت تحط بون طبقات جديده من البون على سطح الايه على سطح البون تحت البريوستي، تحت مين؟ تحت البريوستي، ده اسمه ابوزيشنال جروث نتيجه البروليفريشن والديفرنشيشن بتاعت الاوستيوبلاست. سؤال تاني؟ اي سؤال؟ خلاص طيب يا دكتور، اوكي متشكر خالص، ولو احتاجتوا حاجه طبعا احنا ايه موجودين في اي وقت، جمعوا بس جمعوا الاسئله الحاجات اللي هي مش واضحه علشان تبقى الايه تبقى الاسئله واضحه حتى نقدر نجاوب عليها. متشكر يا دكتور، السلام عليكم. البرزنتيشن مش عندي يا دكتور، فانت اسال في الكليه، يعني هي ما تبقاش عندنا، هي موجوده على السيستم، فبس من فضلك اسال في الكليه ازاي تاخدها.